والتاريخ. لماذا نتكلم ونقف عند التاريخ؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أن القصة التاريخي يؤخذ منه العبرة، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والتاريخ يكرر نفسه، ودورات التاريخ تعيد نفسها، فليس من جديد تحت الشمس. وهذا يعرفه جيدا الذين قرأوا في التاريخ ودرسوا التاريخ، فيعلمون أنه ما من شيء وإن ظنه الناس أنه جديد ليس بجديد، وإنما هو تكرارية حدثت، وسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. فنحن عندما ننظر في التاريخ ونتأمل لنتعظ ونأخذ العبر.